بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على محبتك وزدنا طاعة لك واجعلنا محظوظين في حضرتك، آمين يا عظيم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. نعود بفضل الله تعالى إلى الحكمة العطائية. ليس ولا لا ما حجبك عن الله وجود موجود معه؟ وقلنا هل الوجود موجود معه تجب تكون زد الموجود معه، هي من خلقه دنيا فانية، من خلقه جنة أنا مش قدرها ومش طالبها حقيقة، طلبها لسانا لا بجنانك. لا، ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. إذا التوهم اختاره جل الإنس والجن، وهم. قلنا عن الدليل وهو الهذيان، هو نوع من الوهم. توهمت أن هناك موجود مع الله، أين دليلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وين دليلك؟ تتوهم للدنيا باقية بأموالك وذريتك اللي أغلبها من الحرام من السفاح، باش باش شنو أعطاك ربي عهد عهدك اللي أنت مش تبقى كما أنت؟ لا والله، تزداد مال وتزداد بنات وبنين، شنو بتروح؟ ما ثم ولا تلقى حال مستقرة بالتمام. الحي يصبح بين لحظة وأخرى وأقل من ذلك ميت، والميت ميت ويبعثه الله متى شاء بما شاء وبقدر ما شاء. يعني انظر للطبيعة، انظر كيف الحي يجي منه الميت، ميت منها مش بالضرورة في المطلق. الحي الدجاجة وشبه الميت البيضة. وانظر الزهرة بعد، يعني برعم، زهرة، غلة نضجت قطفت ولا سقطت ولا حاجة، تبقي ما سيليها في عالم الأحياء. البذرة هذيك أو النواة هذيك يجي نهار بأسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى، أسباب بيولوجية، أسباب محيطها الترابي، محيطها المائي، محيطها الهوائي، وبعد تعود الحياة. وهذا دائما هو موجود في القرآن العظيم، اللي يا ربي نبهنا إلى النظر إلى دورة الحياة والموت. كيفاش تكون الأرض خامدة ميتة، لا نبات على ظهرها ولا جذور في بطنها ولا شيء. فإذا بيجي وابل من السماء بفضل رب الأرض والسماء، والصحراء ذاتها تنبت فيها زهور ما كانت على بال من لم يعرفها فيما مضى. إذا أنتم يا ناس افهموا روحكم، لا استقرار، لا استقرار، لا تنخدعوا. إبليس يقول لك كما قال لأبوينا عليهما السلام، ملك لا يبلى وتكون كالملائكة. يا ولدي، أنت بشر تبقى بشر، هل كنت من أهل الخير أو كنت من أهل الشر، فهذا راجع إليك. ولهذا لابد من التخلص من الوهم حتى تولي مع الله على أحسن حال. لي ديليرون سو انومبرابل دون لو موند دي ثقلين، لي زومان اي لي جين انومبرابل. سي اون ارم تري دونجوروز كو ساتان مانيبول تول. دونك ميفيو دو فوتر انمي نيميرو 1، considère-le comme un ennemi et non comme maître. Il n'y a de maître que Dieu. Allah, l'Akbar, Akbar, Akbar, wa salam.